الآن الأخبار الليلة من الحدث. طبعا مساءكم مشاهدينا، أنا لارا نبهان وهذه الأخبار الليلة وإليكم أهم ملفاتها. مستجدات هدنة غزة واختفاء السنوار، هوكسين يحمل حقيبة الدبلوماسية إلى بيروت، الحدث تدخل مقرا لحشد العتبات بالعراق، وإيران تقول إنها مستعدة للتفاوض مع واشنطن، وغيرها من الملفات في الأخبار الليلة هذا المساء. ولكن نبدأ بالعناوين. السنوار مختف، الهدنة تنتظر جوابه، لا ترجحات لوقف النار قبل رمضان، ومليون مواطن في غزة يعانون أمراضا معدية. غانتس في واشنطن رغما عن نتنياهو، والمواقف الأمريكية والأوروبية تتغير بوجه إسرائيل. في حقيبة هوكستين إلى بيروت، حل دبلوماسي وانتقاد لما يسمى بالحرب المحدودة، وتحذير مبطن من عدم امتداد هدنة غزة إلى لبنان. السوداني يفرق بين الفصائل والحشد عبر الحدث، نيشيرفان بارزاني يهاجم الميليشيات وإيران، وفريق وجها لوجه يدخل مقرا لحشد العتبات. إيران تقر بأدنى مستوى مشاركة بالانتخابات وتراسل واشنطن، مستعدون للمفاوضات. البداية من غزة، حيث يصارع سكان الشمال الموت نتيجة المجاعة التي فاقت أي مستويات عالمية نتيجة شح مياه الشرب وعدم توفر الطعام، وراح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء والمسنين حتى اللحظة. ورصدت الصحة الفلسطينية نحو مليون إصابة بالأمراض المعدية، ولا تتوفر الإمكانيات الطبية اللازمة لها. وطالبت الأمم المتحدة بتفعيل القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والمؤسسات والطواقم الصحية. وعلى وقع هذه الكارثة المستمرة والمتفاقمة، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول في حماس لم تسمه حديثه عن تقدم بطيء في التوصل لاتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مستبعدا في الوقت ذاته أن يتم التوصل إليه قبل شهر رمضان، وإنما في عطلة نهاية الأسبوع الأولى من الشهر. وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين مصريين وقطريين قولهم إنه لم يكن هناك أي اتصال مع زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار لمدة أسبوع على الأقل. فيما نقلت صحيفة أيضا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم تحدثوا للقناة 12 أن الإسرائيليين يشتبهون بأن السنوار لا ينوي التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة، ويأملون في تصعيد العنف خلال شهر رمضان. في الموازاة، وصف مصدر كبير في حماس النقاشات الجارية في القاهرة بالإيجابية، مضيفا أن الكرة لا تزال في الملعب الإسرائيلي بحسب تصريحاته لوكالة أنباء العالم العربي، وأضاف أن الحركة سلمت معايير الأسرى المطلوب الإفراج عنهم مقابل المحتجزين الإسرائيليين لديها. المصدر نفسه أشار لاقتراح عودة يومية للنازحين وبانتظام إلى شمال غزة لأكثر من 500 عائلة ضمن جدول زمني طوال فترة التهدئة المتوقعة وبمشاركة مؤسسات دولية. كما أكد المصدر الكبير في حماس أن الوسطاء أبلغوا الحركة أن واشنطن تضغط على إسرائيل لقبول الصفقة المعروضة وإنجاز اتفاق قبل بدء رمضان. هو يوميا زي هيك يعني. امبارح زعقوا علينا وقالوا اطلعوا، طلعنا سيبنا اغراضنا وتكربست الناس وقالوا ارجعوا تاني، رجعونا ونظمونا. اليوم الصبح الكوابتر زعقت قالت كله يخلي مدينة حمد، اخلينا اكثر من 5000 بني ادم، بعدين لسه في ناس قاعدة بتطلع. طلعنا 5-5، اللي بدهم اياه بخدوه، قالوا طلع على القدس عاصمة اسرائيل مش عاصمة فلسطين، وطلعنا زي ما انت شايف يعني. وفي ناس اخدوها وفي جثث على الارض مرمية. Yeah.
ونتابع مزيد من التفاصيل سواء السياسية أو الميدانية مع زملائنا من القاهرة مراسل حدث أحمد عثمان، ومن رفح جنوب قطاع غزة مراسل حدث أحمد حرب. مساء الخير لكما أحمد، أكيد معك نبدأ لمعرفة الوضع الميداني على الأرض طبعا من رفح. نعم لارا، الوضع الميداني ربما الأكثر سخونة هو في جنوب القطاع، ولكن في مدينة خان يونس التي يعني تشهد حتى هذه اللحظة ومنذ أكثر من شهر ونصف عمليات توغل واسعة النطاق من القوات الإسرائيلية في المنطقة الشمالية الغربية في مدينة حمد السكنية. هناك عمليات توغل استهداف من قبل القوات الإسرائيلية لعدد كبير من المنازل. الجيش الإسرائيلي عمليا يدفع بسكان مدينة حمد بالنزوح نحو مدينة رفح بشكل كبير، يقوم بحملة اعتقال لعدد كبير من الرجال وأيضا النساء، وبالتالي الأوضاع في مدينة خان يونس متصاعدة خاصة في أيضا المناطق الشرقية. عبسان هذا اليوم شهدت تفجير لمربعات سكنية بشكل كبير، خاصة في أيضا منطقة خزاعة والقرارة في شمال مدينة خان يونس. هذه المناطق تتعرض إلى استهدافات من المدفعية الإسرائيلية. القوات الإسرائيلية تقوم بتفجير مربعات سكنية في هذه المناطق، ويبدو أن الجيش الإسرائيلي ماضي في إقامة المنطقة العازلة بعمق كيلو متر داخل القطاع، وبالتالي مدينة خان يونس حتى هذه اللحظة الجيش الإسرائيلي يحكم السيطرة عليها بشكل كبير. لو انتقلنا إلى المنطقة الأخرى التي يجري فيها الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 10 أيام أيضا عملية عسكرية، هي حي الزيتون، وامتدت الاستهدافات خلال هذا اليوم إلى حي تل الهوى وحي الشيخ أجلين في غرب مدينة غزة. الاستهدافات من قبل الدبابات الإسرائيلية، اشتباكات متواصلة خاصة في المناطق الغربية لحي الزيتون، وأيضا المناطق الشرقية الشمالية للحي ما زالت تتعرض إلى استهداف من المدفعية الإسرائيلية المتمركزة في هذه المناطق. المناطق الشمالية للقطاع، جباليا، بيت لاهية، بلدة بيت حنون، هذه المناطق في المناطق الشرقية منها أو الجهات الشرقية تتعرض إلى استهداف من المدفعية الإسرائيلية. بين وقت وآخر مخيم جباليا تعرض اليوم إلى سلسلة من الغارات استهدفت منازل، والحديث أن هناك عدد من الضحايا والإصابات وصلت إلى مشفى كمال عدوان في شمالي القطاع. حتى هذه اللحظة الجيش الإسرائيلي يجري عمليات عسكرية، ولكن هناك تركيز من القوات وتعمل بشكل كبير. يبدو أن الجيش الإسرائيلي ماضي أيضا كما يدعي بتدمير البنى التحتية والقدرات العسكرية لحركة حماس في هذه المناطق، خاصة حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وأيضا في جنوب القطاع مدينة خان يونس. رفح اليوم ربما كثافة النيران لم تكن عالية أو الاستهدافات لم تكن كثيرة، فقط كان هناك استهداف في شمال مدينة رفح في منطقة ميراج على أحد الأراضي الزراعية الفارغة. أيضا المناطق الشرقية لرفح تعرضت في ساعات الصباح إلى عدة استهدافات من المدفعية الإسرائيلية. الزوارق أيضا الحربية الإسرائيلية كانت مشاركة في استهداف المناطق الساحلية أو الغربية لمدينة رفح. هذه صورة المشهد. نعم. والتطورات الميدانية في كل أنحاء القطاع. بالنسبة للتطورات السياسية أحمد عثمان، معك نتابع المفاوضات ومستجداتها. نعم، أهلا بك لارا. بالفعل أهلا. اليوم هو اليوم الثاني لهذه المفاوضات، يعني هناك استمرار في هذه الحوارات والمفاوضات ما بين الوفود المشاركة، بالتأكيد باستثناء الوفد الإسرائيلي الذي لم يصل إلى مصر، كان هناك رهان بأن يصل إذا كان هناك انفراجة، ولكن حتى الآن لم يصل الوفد وهذه الانفراجة مؤجلة. ربما نستطيع أن نتحدث على مسارين. المسار الأول فيما يتعلق ببعض التصريحات الرسمية النادرة التي خرجت منذ قليل على لسان وزير الخارجية سامح شكري من خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الهولندية، والذي تطرق فيها بشكل بسيط إلى سير هذه المفاوضات، والذي أكد فيها ربما بعض النقاط الهامة، من بينها أنه لم يصل أو لم نصل بعد إلى نقطة أن نقول فيها أنه حدث نوع من الانفراجة، ولكن باقي العمل أو يستمر العمل على ذلك، متجنبا الدخول في المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بحساسية هذه المفاوضات والعمل الدؤوب الذي يتم من خلال الوسطاء مصر والولايات المتحدة وقطر لإقناع الطرفين. المسار الثاني ربما هو ما هو يعني له علاقة بالحديث من المصادر، والذي أكد بأن هناك استمرار لمناقشة واحتواء بعض النقاط الخلافية، سواء فيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي أو موقف من حركة حماس. فيما يتعلق بالموقف من حركة حماس، حماس لديها عدد من الشروط لم يتم الاستجابة لها حتى الآن، من بينها أن يكون هناك ضمان
الضمانات بعودة النازحين إلى منطقة الشمال، من بينها أيضا أن يكون هذه الهدنة مشروطة بأنه لن يكون هناك اجتياح لمدينة رفح. من الجانب الإسرائيلي هناك أيضا اعتراض على بعض الأسماء المتعلقة التي طلبت حماس من أن يفرج عنهم من المحتجزين. وبالتالي كل هذه النقاط هي حتى الآن محور الحديث الذي يتم من خلال محاولات للوصول إلى منطقة وسط ليكون هناك انطلاقة أو انفراجة. لا توجد أي مؤشرات، يعني كنا تحدثنا منذ بداية هذه الجولة، الجميع يتجنب الحديث عن دوائر تفاؤل أو عن دوائر تشاؤم، ولكن كلهم يتحدثون عن دوائر ترقب أو عن دوائر ضغوط. من الجانب المصري هناك محاولات للوصول إلى هذه الهدنة قبل انطلاق شهر رمضان، لأنه منذ ساعات الصباح كان هناك حديث وتسريبات بأن ربما الوصول إلى هذه الهدنة قبل شهر رمضان مستبعد، والحديث كان يتم عن الأسبوع الأول من رمضان. القاهرة تعمل على أن تضغط من أجل الوصول إلى هذه النقطة من شهر رمضان. وزير الخارجية سامح شكري أيضا تطرق في حديثه إلى تصريحات نائبة الرئيس الأمريكية داعيا بأن يكون هناك ضغط، يعني في إشارة أن يكون هناك ضغط أمريكي على المجتمع الدولي وعلى إسرائيل للقبول بهذه الهدنة لإنقاذ الوضع المأساوي داخل القطاع. شكرا جزيلا لك مراسل حدث أحمد عثمان من القاهرة، والشكر موصول لمراسل الحدث أحمد حرب من رفح جنوب قطاع غزة. في موقف رسمي هو الأول من نوعه وفي لهجة حادة غير مألوفة تعكس إحباط البيت الأبيض تجاه إدارة نتنياهو للحرب في غزة، دعت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس إسرائيل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وأضافت هاريس أن وقف النار في غزة سيتيح الإفراج عن الرهائن وإيصال كمية كبيرة من المساعدات، داعية حماس إلى قبول الاتفاق. أما أوروبا ومن دعم غير مشروط لإسرائيل إلى دعوات لوقف إطلاق النار ولا اعتراف في بدولة فلسطينية. تقرير لزميل فادي الدهوك. الصور القادمة من غزة والمعاناة غير المسبوقة التي سببها الجيش الإسرائيلي للمدنيين فككت الدائرة التي أعطته الضوء الأخضر في أوروبا لعملياته العسكرية. هذه الصور تسببت في انقسامات وصلت حد اتهام مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل رئيسة المفوضية أرسولا فوندرلاين بأنها منحازة تماما لإسرائيل وأن لذلك تكلفة جيوسياسية باهظة الثمن بالنسبة لأوروبا. هذا الانقسام جاء تحت ضغط تظاهرات منددة بإسرائيل عمت العواصم الأوروبية، ما دفع إسبانيا إلى طرح مسألة اعتراف الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطينية، وهذا الأمر يجد تأييدا في إيطاليا وترددا في ألمانيا، إذ يرى البعض أن برلين لا ترغب في تحمل مسؤولية هذا القرار، فهي ما تزال من بين الدول التي تترافع للدفاع عن إسرائيل في أروقة السياسة الدولية. لكن يبدو أن الموقف الأكثر تقدما ووضوحا في إدانة إسرائيل هو الذي صدر هنا في باريس. الرئيس الفرنسي في تعليقه على استهداف إسرائيل مدنيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية قال: استهدف الجنود الإسرائيليون المدنيين، أعبر عن تنديد الشديد لعمليات إطلاق النار هذه. فيما أعلن وزير خارجيته أن فرنسا ستدعم على الفور تحقيقا دوليا بهذه الحادثة. سنعود لمناقشة هذه التطورات بعد فاصل، وكذلك أيضا سننتقل بعد الفاصل إلى تطورات إيران التي تعتبر أنها مستعدة للتفاوض مع واشنطن مقابل المال. الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار بلا توقف وعلى مدار الساعة لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصداقية. نناقش أهم الملفات
ونطرح قضاياكم وقصصكم، ونسأل ونبحث ونتحرى، لأننا نسعى دائما لرصد الحدث. أعرف الأخبار وتابع الحدث. أحييكم من جديد، دائما متابعون في تطورات غزة السياسية الميدانية وكل ما يحيط بهذا الملف تحديدا، ونناقش كل هذه التطورات مع ضيفنا هذا المساء من رام الله الدكتور صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح. مساء الخير لك دكتور صبري، أهلا بك معنا دائما في الأخبار الليلة على شاشة الحدث. بداية من الأجواء الموجودة إلى الآن، كل الإيجابية التي كانت تحيط بعودة بدء المفاوضات بين الطرفين يعني بدأت تخفت شيئا فشيئا مع المعطيات الجديدة، خاصة بظل الحديث عن أنه ليس هناك تنازلات تقدم. ما هي المعطيات لديكم أنتم؟ هل لديكم أجواء بأنه قد يكون هناك هدنة قبل رمضان؟ مساء الخير مبارك، 21 عاما من العطاء، وتحية لشعبنا العظيم. ما من شك بأنه هذه القضية شائكة بكل تفاصيلها، كما تلاحظون الأمور تتأرجح في كل الاتجاهات، ليس هناك أي مؤشر حتى هذه اللحظة على نجاحها، ولكن أملنا كبير بالفعل أن نصل إلى حد الهدنة قبيل شهر رمضان، والمطلوب وقف كامل لإطلاق النار، لذلك الكل يعول على هذه الهدنة لتكون توطئة لوقف إطلاق النار، وبالتالي المتغيرات كثيرة. أنا شخصيا متفائل أن الأمور ستتجه بالاتجاه الصحيح، وإن كنت أعي تماما أن نتنياهو يناور ويراوغ ولا يريد أن يرى هدنة على الإطلاق. طيب، يعني تعتقدون أن المناورة تأتي ما زالت من إسرائيل إلى الآن؟ مش نعم، أنا أعتقد نعم صحيح، لأنه أرى أنه نتنياهو يبحث عن انتصار، وهو يعتبر أنه معركة رفح هي المعركة الفاصلة، وهو يريد أن يرى بأم عينه الفلسطينيون يتدفقون عبر الحدود، خاصة وأنه مشروعه هو مشروع التهجير، وهو يختبئ وراء ذرائع مختلفة ويراوغ ويناور على أرضية أنه نجاحه السياسي يكمن في استمرار هذه المعركة، وبالتالي هو يخوض حربين، حرب باسم الدولة وحرب باسمه شخصيا، وكما تلاحظون يعطل ويناور ويراوغ ويؤخر الفريق من الذهاب كما حصل الليلة على أرضية أنه يبحث عن الذرائع للانسحاب من هذه العملية. وأعتقد أن الإدارة الأمريكية تعي تماما أيضا بأنه نتنياهو يحاول أن ينسحب من هذه المفاوضات أو يجد الحجة التي تمكنه من الانسحاب. من ناحية ثانية، وول ستريت جورنال تحدثت عن اختفاء السنوار لأكثر من أسبوع، وحديث عن أنه أيضا الطرف الآخر وهو حماس قد لا يريد هدنة كذلك الآن، هل هذا دقيق برأيكم دكتور؟ حقيقة ليس لدي معلومات ميدانية عن هذا الموضوع، ولكن أعرف تماما بأنه نتنياهو وإسرائيل هما اللذين يبحثان عن تعطيل لهذه العملية والعجلة التي تدور قدما بجهود مصرية قطرية وبتساوق كل الأطراف التي تسعى لوقف النار وحقن دماء أبناء شعبنا، خاصة وأنه المعركة محتدمة ونحن نتحدث الآن في معركة الوجود ومعركة البقاء، وأيضا بالنسبة لنتنياهو معركة الترحيل وطمس الهوية الفلسطينية. ما حصل من تصريحات لنائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس، هل تقرؤون فيه فعليا تغير بالنبرة الأمريكية أو ربما تقاسم أدوار كما وصفه البعض؟ لا تنسوا على الإطلاق بأنه إحنا في خضم معركة انتخابية في أمريكا الآن، ربما يأتي هذا الأمر في إطار الاسترضاء، ليس إلا استرضاء الناخبين العرب والمسلمين تحديداً أو من أصول عربي، خاصة وأنه يعني استطلاعات الرأي تبدي بشكل منقطع النظير بأنه غزة تؤثر على مجرى الانتخابات الأمريكية، ربما ليس بالقدر الذي يتوقع البعض ولكن لديها تأثير. يجب أن نقول التالي، بأن من يريد أن يوقف النار يستطيع وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، وبالتالي لا يفهم على الإطلاق كيف تسقط أمريكا الطعام في مقابل إسقاط إسرائيل لقذائف أمريكية على الشعب الفلسطيني، وكيف تمعن في استمرار هذه المعركة وتطالب بوقف إطلاق النار في الوقت الذي تزود إسرائيل تباعا بالأسلحة النارية وبكل مقومات العسكرية التي تسمح لآلة الحرب أن تستمر. لذلك الأمر غير مفهوم، من يريد أن يفعل عليه أن يتجه باتجاه العمل وليس الحديث والأمنيات. يعني أن تقول نائبة الرئيس بأنها تريد وقف إطلاق النار، عليها أن توقف تزويد إسرائيل بالسلاح،
تريد إدخال المعونات، عليها أن توقف إسرائيل عن إطلاق النار حتى تدخل المعونات وليس إسقاطها بالطائرة. لذلك احنا نعتقد أن الإدارة الأمريكية مقصرة، هي صاحبة القول الفصل في هذه العملية العسكرية، نعم. وإن شاءت توقف النيران لأوقفتها حتما. هل ترون كذلك في استقبالها لغانتس اليوم يعني أي تغيير تجاه إسرائيل، تجاه حكومة نتنياهو تحديداً؟ دعيني أضع النقاط على الحروف لو سمحتي، خاصة وأن هذا المشهد أصبح ملوثاً بصورة كبيرة. عملية الاختلاف والتجاذب السياسي الداخلي الإسرائيلي ليس لها علاقة بحب الفلسطينيين، وإنما في صراعات داخلية على كرسي الحكم، لكن قرار المعركة الاستراتيجي قد اتخذ، وقرار إفناء الهوية الفلسطينية قد اتخذ، وبالتالي نعم. هم يتساوقوا من أجل المقعد وليس من أجل وقف إطلاق النار. لذلك لا مسوغات أخلاقية لدى إسرائيل من اليمين إلى اليسار، هم يتساوقوا بالعقلية الصهيونية الإزاحية القائمة على إبادة الهوية الفلسطينية. طيب دكتور صبري، ماذا حصل بالنسبة للحكومة الفلسطينية الجديدة؟ هل تم الاتفاق على اسم؟ هل سنرى شكلا لها قريبا؟ يعني الأمور تتجه بالاتجاه الصحيح، أملنا أن يتجه النقاش الآن ما بعد موسكو نحو جولات حوارية فلسطينية داخلية تؤسس لحالة وفاق داخلية تقود لولادة هذه الحكومة، وبالتالي أستطيع أن أقول بأنه الأمور تسير قدما بالاتجاه الصحيح، على أمل بالفعل خلال الفترة القليلة القادمة أن نرى ولادة هذه الحكومة الجديدة التي يجب أن تحظى بمباركة الجميع بحولها. مباركة الجميع يعني أيضا حماس، ولكن ما دور حماس إذن في هذا الأمر؟ هم يعني أرسلوا رسائل إيجابية باتجاهكم، ولكن فعليا ما هو الدور الذي سيبقى لحماس بعد تشكيل هذه الحكومة؟ لا اسمحي لي، احنا قلنا في عدة مناسبات بأن هذه الحكومة ستكون حكومة كفاءات، وبالتالي لن يكون هناك أي لن يكون هناك أي دور سياسي لأي فصيل، وعليه هذه القضية لا تمس فقط حركة حماس وأنها تمس كل الفصائل، لتكون هذه الحكومة حكومة يسند إليها ملف إعادة الإعمار ومواجهة المرحلة المستقبلية بكامل تفاصيلها. نعم. لذلك القضية قائمة على مباركات سياسية وليست قائمة على مشاركة فعلية في هذه الحكومة. طيب، ولكن بنهاية المطاف هذه الحكومة هي حكومة السلطة سواء كانت تكنوقراط أو سياسية، وبالتالي اليوم إذا ما انتهت الحرب بغزة سيكون هناك كما تقولون دور للسلطة بالقطاع. ماذا عن حماس في هذا الدور؟ إحنا لا نريد أن نستثني أحد على الإطلاق، وكلنا منذ اليوم الأول أننا نريد أن نحقق هذا الوفاق الوطني، وبالتالي تستطيع أن تقولي إذا ما رأت الحكومة النور ستكون حكومة إجماع وطني وليست حكومة سياسية تمثل فيها الفصائل، حكومة كفاءات، حكومة تكنوقراط، أي كانت التسمية، المهم أن نعيد إعمار قطاع غزة، أن نحقن دماء أبناء شعبنا، نعم. أن نثبت الترابط الجغرافي يعني بين غزة. يعني حماس باقية سياسيا بحسب ما أفهم من حضرتك دكتور. لا يستطيع أحد أن يمحو أي فصيل سياسي فلسطيني أختي العزيزي، سيما وأنه نعرف بأنه تجربة الشعوب ومصائرها أيضا أكدت بأنه أي من الفصائل أو أي من الأحزاب تقوم على عقائد، وبالتالي إفناء الفكرة مستحيل مهما كانت قوة النيران. وعليه إحنا قلنا منذ بداية المعركة إذا ما كانت إسرائيل تعتقد بأنها ستقضي على حركة حماس هذا لن يكون، لأنها فكرة ولديها جمهورها ولديها أتباعها ولديها منتسبيها، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك إفناء لحركة حماس، ربما إضعاف لها، ولكن هي باقية في الحركة السياسية الفلسطينية. وعلينا نقول إنه حالة الإجماع هي الحالة التي من خلالها نبلسم جراح أبناء شعبنا ونستطيع أن نلملم البيت الفلسطيني الداخلي. شكرا جزيلا لك ضيفنا من رام الله الدكتور صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح. عقب انتخابات تشريعية شهدت عزوفا قياسيا عن التصويت وهي الأولى منذ الثورة بهذه النسبة التي أفادت بها طهران رسميا اليوم وقالت إن المشاركة وصلت إلى 41%، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية فوز المحافظين بغالبية المقاعد في العاصمة طهران. وقال محسن إسلامي المتحدث باسم لجنة الانتخابات إن 245 مرشحا تسلموا بطاقات الدخول إلى البرلمان في المرحلة الأولى، مضيفا أن 45 مرشحا آخرين ينتظرون جولة الحسم في أبريل القادم.
بعد منه لسه والله رب يستر. في المحصلة تم انتخاب 245 شخصا سيدخلون إلى البرلمان، وستشهد 21 دائرة من أصل 208 دائرات جولة إعادة، حيث سيتم حسم 45 مقعدا. بالموازاة، وفي سياق الملف النووي الإيراني، نفى رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تكون لديه أي معلومات عن قيام إيران بتصنيع السلاح النووي، لكنه استغرب في الوقت نفسه قيام طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي نسبة كبيرة لبلد لا يملك سلاحا نوويا. ليست لدي أي معلومات تفيد بأن إيران تقوم بتصنيع السلاح النووي، لكني أسمع ما يقولون وأطرح الأسئلة. ثانيا، ما أود قوله هو إن إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تملك سلاحا نوويا، تقوم بالتخصيب بنسبة 60% وتقوم بتجميع اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، هذا مرتفع جدا. من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن هدف طهران الأساسي هو إلغاء العقوبات الأمريكية، معتبرا أن تغير الإدارات الأمريكية لا يعني تغير الالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة. وقال كنعاني في مؤتمر صحفي إن بلاده مهتمة بالتفاوض مع واشنطن، وإن بلاده لا شأن لها بالانتخابات الأمريكية بل بسلوك الإدارة الأمريكية تجاهها. هدفنا الأساسي هو إلغاء العقوبات. مجيء وذهاب الإدارات في أمريكا لا يغير الالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة. الانتخابات الأمريكية شأن داخلي يخص الشعب الأمريكي. المهم بالنسبة لنا هو سلوك الإدارة الأمريكية تجاه إيران. نحن ملتزمون بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. هناك إمكانية لاختتام المفاوضات والعودة المسؤولة لجميع الأطراف إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. نفتح نقاشا في هذه التصريحات أو حول هذه التصريحات مع ضيفينا من طهران، الكاتب والباحث السياسي مصدق بور، ومن واشنطن جابرييل نورونا، مستشار وزير الخارجية الأمريكية السابق مايك بومبيو. مساء الخير لكما، أهلا بكما في الأخبار الليلة. سيد مصدق، تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، هل يعني فعليا يكشف الأوراق الإيرانية اليوم على الطاولة أن إيران مقابل ما تتهم به من ناحية رفع حدة التوتر بالمنطقة هي مستعدة لخفض حدة التوتر هذه طالما ستحظى برفع عقوبات عنها؟ نعم طبعا، هذه التصريحات الإيرانية، تحياتي طبعا لكم ولمتابعيكم. يعني هذه التصريحات الإيرانية تدل على أن إيران تنظر يعني إلى كل الإدارات الأمريكية، إن كانت ديمقراطية أو كانت جمهورية، تنظر إلى نظرة واحدة وتعتقد أن هناك دولة عميقة ديب ستيت موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي من تتحكم ب دوائر القرار، يعني القرار الرئيسي بيد هؤلاء. وبالتالي إيران تعتبر يعني الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية هو شأن أمريكي بحت، شأن داخلي. هذا صحيح، هكذا تنظر إيران. يعني لا تعتقد أنه سوف تكون هناك انفراجة إذا ذهب بايدن وجاء بديله أو جاء شخص آخر ليقود الولايات المتحدة الأمريكية، لأن السياسة تملى من جهات أخرى. هذا ما تقوله إيران. يعني إيران هي تحاول أن تعالج هذه المشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة طويلة، يعني دخلت في مفاوضات بصورة غير مباشرة والتزمت باتفاقية في عام 2015 وأدت ما عليها من التزامات، ولكن عندما جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأبطل ومزق هذه الاتفاقية وتسبب بمشكلة كبيرة ما زالت مستمرة. كنا نأمل من حكومة بايدن عندما جاءت، وهو كان ينتقد خلال حملته الدعائية، ينتقد ما قام به سلفه ترامب عندما مزق الاتفاقية، وكان يعد بأنه سوف يعود إلى هذه الاتفاقية، ولكن لاحظنا بالعكس هو أصبح امتداد لنفس سياسة ترامب، بل زاد من الضغوط والحظر على إيران. وبالتالي إيران مقابل هذه الضغوط ومقابل هذه الأمور تحاول أن تجمع أوراق وتحاول أن ترد وتعالج هذا الموضوع. يعني هذا ما تريده إيران فعليا اليوم، إيران تطالب برفع العقوبات، هي واضحة. نعم، نعم. يعني ليس دفاع عن غزة فقط، رفع العقوبات. لا، موضوع غزة موضوع على حد سواء، يعني هذا الموضوع موضوع ثابت. يعني موقف إيران من قضية فلسطينية
ثابت. أولا لولا موضوع غزة، يعني لو كانت إيران غير داعمة القضية الفلسطينية لا أعتقد أن الأمريكيين كانوا يستشكلون على البرنامج النووي الإيراني. اليوم لدينا دول في هذه المنطقة، لاحظي الهند وباكستان يمتلكون قنابل نووية ولا أحد يتحدث معهم، إسرائيل تمتلك، ولكن مشكلة إيران مشكلة موقفها تجاه القضية الفلسطينية، وهذه المشكلة هي تسببت لها من خلال الدوائر الصهيونية التي تحكم باللوبيات هناك. هذه المشكلة يعني أساسا المشكلة غزة، وبالتالي أنا لا أعتقد يعني إيران مطلقا تحاول أن تلعب بهذه الورقة، لأنه لو أرادت يعني أن تصل إلى نتائجها وتسوي وتصفي مشاكلها مع أمريكا هي بإمكانها أن تغير وجهة نظرها وتغير يعني سلوكها من القضية الفلسطينية، كان كل شيء سوف ينتهي. ولكن لهذا السبب يعني أنا أقول جازما أن الموضوع لا يرتبط، يعني موضوع غزة لا يرتبط. دعني أنتقل إلى ضيفنا من واشنطن سيد جابريل. اليوم كلام إيران عندما تقول أنه نحن نريد رفع العقوبات وهم مستعدون يعني للتعاون مع أي إدارة بهذا الإطار أو التفاوض بشكل أو بآخر، اليوم هم هذه الرسالة التي نقلوها إلى الولايات المتحدة، كيف ستتلقاها واشنطن برأيك؟ هل يمكن اليوم، وهي دائما أمريكا متهمة بأنها تعطي إيران ما تريد بشكل أو بآخر خاصة هذه الإدارة، هل يمكن أن تعطيهم هذا الأمر مقابل خفض التصعيد في المنطقة؟ أهلا بك. شكرا جزيلا على الاستضافة وتحياتي لك ولضيفك أيضا. أعتقد أن مزاعم إيران ليست صادقة، لأن إيران كان لديها سنوات من الفرص لتخفيف العقوبات لكنها لم تقدم أي تنازلات لتحقيق هذا الهدف. ما أعتقده وما يعتقد الكثيرون في واشنطن هو أن إيران لا تحتاج فعلا إلى تخفيف العقوبات، هي استطاعت أن تصدر كمية كبيرة من النفط، والاقتصاد الإيراني ليس بأحسن الأوضاع لكنه ليس على شفا الانهيار كما كان عامي 2019 و2020. فأعتقد أن إيران قالت أنها تريد رفع العقوبات، لكن هذه ليست أولوية استراتيجية، هناك أولويات استراتيجية أخرى مثل الملف النووي ودعم إيران لحماس وحزب الله، وفوائد ذلك أكبر بكثير من رفع العقوبات. ثم هناك قضايا أخرى وإيران لا تريد تتنازل فيها، حتى وإذا عادت إيران إلى اتفاق نووي محدود فإن لن يكون هناك أي تدفق للأموال إلى إيران من جديد. طيب سيد مصدق، يعني اصلا كان في اتهامات لايران بالفتره الماضيه انه كل الاطراف بالمنطقه المحسوبه على ايران والميليشيات تحديدا هنا عندما نتحدث عن العراق واليمن لم تتحرك بعد 7 اكتوبر، بل هي تحركت عندما قررت الولايات المتحده فرض مزيد من العقوبات على ايران بعد ايام من 7 اكتوبر، حين بدا الحديث عن انه ايران قد تكون معنية بشكل أو بآخر بما حصل في هذا التاريخ. هل هذا صحيح؟ اليوم إيران حركت أذرعها بالفعل عندما فرضت عقوبات وليس عندما بدأت الهجمات ب7 أكتوبر؟ لا، هذا غير، يعني هذه معلومة غير دقيقة، ربما تأتي في إطار السرديات التي نسمعها يعني من الإعلام الأمريكي أو الإعلام الإسرائيلي. يعني إيران اساسا اولا الحظر موجود على ايران، يعني هم لم يرفعوا هذا الحظر مطلقا، يعني الحظر هو موجود ويتزايد وما تفضل به الضيف، يعني ايران اليوم هي قادره على ان تبيع النفط. نعم صحيح، هذا شيء موجود، هذا الشيء لسببين. اولا يعني دليل على فشل الحظر الامريكي وان هناك دول لا تتجاوب مع الولايات المتحده الامريكيه في مشروعها الذي يحظر إيران، والسبب الآخر هو حاجة أوروبا، يعني بسبب حرب أوكرانيا وموضوع الغاز الروسي إلى ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا وحاجة أوروبا إلى الطاقة وإلى النفط، وبالتالي هم الأمريكيين بصورة غير مباشرة يعني فتحوا المجال أو لا يعترضون وإيران تقوم. ولكن أيضا نحن نواجه مشكلة، يعني هذه الأموال التي نجنيها من بيع النفط بهذه الطريقة لا تفيدنا، نحن نحتاج أن تأتينا عبر النظام البنكي، لأن لدينا استثمارات ولدينا مشاريع أيضا في خارج البلاد، لا نستطيع أن نستفيد يعني من هذه الأموال مطلقا يعني بهذه الطريقة.
أنا لا أعتقد يعني مطلقا أن هناك يعني تصعيد أمريكي دفع بإيران لأن تتدخل في قضية غزة. إيران متورطة في قضية غزة وفي قضية المقاومة. أنا أتحدث بالصراحة ومن طهران يعني تدعم يعني لا ترى ذلك عيبا يعني. عندما كيف تدعم؟ هي تقول أنها لا تدعم سيد مصدق. يدعمون إسرائيل، هي أيضا ترى من حقي أن تقف إلى جانب هذا الشعب المسلم والعربي. كيف تقف إلى جانبه اليوم إيران سيد مصدق؟ نعم تقف، هي تقدم يعني مختلف أنواع المساعدات. يجب أن لا ننسى يعني وقفت أي مساعدات يعني. أي مساعدات سيد مصدق؟ اليوم ما في مستشفى في غزة يحمل اسم إيران مثلا، ما في مساعدات مباشرة تأتي، يعني ما الذي تقدمه اليوم إيران لغزة من مساعدات؟ طريقة المساعدات التي تقدمها إيران تختلف عن تركيا وتختلف عن دول أخرى. إيران لا تمنح السمك، تعلمهم كيف يصطادون السمك، تدربهم كيف يعني تعلمهم المواجهة العسكرية تقول؟ لا، تعلمهم كيف يدافعوا عن أنفسهم، يعني كيف يتقوون، كيف يتحصنون. وبالتالي كل هذه الخبرات الإيرانية، كل هذه الاستشارات الإيرانية وكل هذه التكنولوجيات إيران زودتهم بها وهم تعلموها ودربتهم. أكد هذه أكبر مساعدة، يعني إيران دربت وسلحت هو. صحيح؟ إيران اليوم تقف بقوة إعلاميا وسياسيا، أيضا هي منبر قوي وتضغط سياسيا ودبلوماسيا أيضا في هذا الاتجاه، يعني في اتجاه السياسة العدوانية الإسرائيلية وأيضا الدعم الأمريكي الفاضح للكيان الإسرائيلي. يعني أنواع الدعم الإيراني واضح كما قلت، يعني إيران لا تدعم، يعني تمنح كيسين طحين ثم تبعث وفود إعلامية ويصور ويروج ونحن ساعدنا المسلمين. لا، إيرانية تعرف، المقاومة أيضا يعرفون، الشعب الفلسطيني أيضا يعرف ما هو نوع المساعدة التي قدمتها إيران لهم. لم نسمع من الشارع الفلسطيني ولا نسمع من قوى المقاومة أي انتقادات لإيران، يعني يقولون إيران لم تساندهم أو لم تقف لديهم. وما دون ذلك إذا أردنا أن نسمع كلام من خارج هذا الإطار، إذن هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح. هو في انتقادات موجودة من كل هذه الدول التي فيها فصائل وميليشيات تابعة لإيران. على كل حال هذه نقطة أخرى، بس أنا أريد أن أذهب لسيد جابريل. يعني كيف تقرأ تصريحات سيد مصدق أستاذ جابريل؟ يعني اليوم هو يقول أنه إيران واضحة من ناحية كيف تدعم الشعب وكيف تدعم الناس عبر التدريب والتسليح الذي قامت به للأطراف اليوم التي تقاتل. كيف ترى هذا التصريح؟ أعتقد أن هذه هي الممارسة الإيرانية المعتادة لأولئك الذين يموتون نيابة عن إيران، سواء تعلق الأمر بحماس أو حزب الله. فإيران تريد من الجميع أن يقتل إسرائيليين، لكنها لا تريد أن تحارب. وكان لدى إيران الفرصة لإرسال الأموال إلى وكالة أونروا لمساعدة الفلسطينيين ورفضت ذلك. والولايات المتحدة في عام واحد أرسلت أموال إلى إيران أكثر مما أرسلته إيران على مدى عقدين. إذن ما هذه إلا كلام، وإيران تريد أن تستخدم الفلسطينيين كجنود ضد إسرائيل على غير أن تتوخى الصدق. وفي نهاية المطاف إيران قررت تتخلي عن حماس بعد هجمات وهجوم السابع من أكتوبر. هذا خيار إيراني، ولكن على الجميع أن يدركوا أن إيران تريد أن تساعد لكن لا تريد أن تكسب الحرب. وبعد هذه الحرب فإن الفلسطينيين سيكونون أسوأ بكثير مما كانوا عليه قبل 6 شهور، وهذا يعود لدعم إيران العسكري لحماس. ولو لم تقدم إيران هذا الدعم العسكري لما نشبت الحرب، والفلسطينيين كانوا داخل بيوتهم. ومرة أخرى على الفلسطينيين أن يلوموا إيران على معاناتهم اليوم. طيب بس سيد جابريل، أيضا اليوم هناك ملامة كبيرة توضع على الولايات المتحدة. يعني إذا كان الفلسطينيون قد أيقنوا أنه إيران أوصلتهم من هذه المرحلة، أيقنوا ذلك من ثاني يوم لهذه الحرب، ولكن إلى الآن الحرب مستمرة كذلك بسبب ما يوصف بازدواجية المعايير الأمريكية التي ترسل أسلحة إلى إسرائيل وتسقط مساعدات غذائية على غزة.
أعتقد أن هذا يظهر التزامنا حيال حلفائنا. فالولايات المتحدة أرسلت الأسلحة لإسرائيل للدفاع عن نفسها ضد وكلاء إيران مثل حماس، لكن الولايات المتحدة لا تريد أن يعاني فلسطين، تريد منهم أن يكون لديهم حياة كريمة ومأوى، وهذا ما نفعله. آمل أن إيران أرسلت الأغذية والمستشفيات والعاملين الإنسانيين إلى غزة، لكنها ليست راغبة في ذلك، تريد أن ترسل أسلحة لإطالة أمد الحرب. وأعتقد أن حماس يمكن أن تنهي الحرب غدا لو سلمت الرهائن. إيران لم تدعو لذلك، ولكنها دفعت باتجاه استمرار الحرب للأبد. شكرا لك ضيفنا من واشنطن جابرييل نورونا، مستشار وزير الخارجية الأمريكية السابق مايك بومبيو، وكذلك شكر لضيفنا من طهران الكاتب والباحث السياسي مصدق بور. فاصل قصير، نواصل من بعده الأخبار الليلة. الأحداث والتطورات السياسية والأمنية في العراق، هذا واحد من اللي واجهناه بمعارك التحرير ومطاردتنا لكل داعش. جولة شاملة تتناول ملفات الإرهاب، الحشد الشعبي، الأمن والانسحاب الأمريكي. هذه كلها أنفاق بعد موجودة هلأ لداعش. وجها لوجه مع أبرز الشخصيات السياسية في العراق. وصلنا إلى البصرة ونحن على أحد القوارب في شط العرب. ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه العراق في يومنا هذا؟ وما أثرها دولياً، إقليمياً ومحلياً؟ ما أصاب ما أصاب تبقى بغداد عريقة إلى يوم العزم. وجهاً لوجه من العراق يومياً، الثانية بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي، مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائماً في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. أهلا بكم من جديد. في حادثة جديدة، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 91 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية. وبحسب وكالة أمري البريطانية للأمن البحري، فإن هجوما استهدف سفينة شحن ترفع علم ليبيريا قبالة السواحل اليمنية، مشيرة إلى أنها كانت مدرجة على أنها تابعة لإسرائيل، مضيفة أنه بحسب ما ورد أصيبت السفينة وأرسلت إشارة استغاثة. حذر وكيل هيئة حماية البيئة في وزارة المياه والبيئة اليمنية عبد السلام الجعبي من كارثة بيئية قد تطال المنطقة المحيطة بالسفينة المنكوبة روبيمار والأحياء البحرية التي ستتعرض لكميات هائلة من المواد السامة. وأضاف الجعبي أن حركة الرياح والأمواج ستعجل لا محالة من تلك التداعيات البيئية غير المسبوقة. ستكون هناك تأثيرات كارثية بالمنطقة المحيطة بالسفينة المنكوبة روبي ماير، ستؤثر تأثيرا مباشرا على كافة الأحياء البحرية الموجودة في المنطقة المحيطة بالسفينة نتيجة الكميات المهولة من المواد الكيماوية وكذلك من الزيوت والوقود المحرك للسفينة، وسيتوسع هذا التأثير بسرعة كبيرة جدا نتيجة حركة الرياح والأمواج العاتية خلال فترة موسم الرياح في البحر الأحمر خلال الفترة هذه، هذا سيؤثر على مساحة على طول الساحل اليمني في البحر الأحمر وستكون نتائج كارثية جدا. الحكومة الآن في ضاغطة على الشركة على مالك السفينة للتعاقد مع شركات متخصصة لانتشال السفينة وسحبها إلى أقرب ميناء، ولدينا تعاون نحن والأخوة في الأمم المتحدة
والمنظمات الدولية العاملة في مجال البيئة وكذلك بعض الشركات المتخصصة بالمخاطر الكيماوية على البحار. وسيأتي فريق إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم لتقييم الوضع تقييما كاملا. من جانبه حذر فيصل الثعلبي وهو مسؤول بخلية أزمة السفينة روبي مار من أن أكثر من 80 طنا من المازوت وحمولة السفينة المتكونة من مواد كيميائية خطيرة سيكون لها تداعيات كارثية على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي بالبحر الأحمر، مضيفا أن مئات الآلاف من صيادي الأسماك مهددون بفقدان مصدر رزقهم الأساسي. السفينة محتوية على وقود ديزل 80 طن و200 طن مازوت إضافة إلى حمولة سائبة تتكون من مبيدات اللي هي فوسفات الأمونيوم الكبريتية. آثارها هذه المبيدات كلها سيئة على البيئة البحرية ولها أضرار على التنوع البيولوجي وعلى المناطق الحساسة بيئيا مثل المناطق الحساسة بيئيا التي تقع على طول الأراضي الرطبة والشاطئ في البحر الأحمر والتنوع البيولوجي الهام، إضافة إلى تأثيراتها البيئية أو الضارة أيضا على السكان الذين يعتمدون على مصدر أساسي في معيشتهم الذي هو صيد الأسماك والذي يقدرون بمئات الآلاف من الأشخاص، ناهيك عن الآثار التي سترتب أيضا على مياه الشرب سواء في المناطق المتاخمة المعرقة اللي توقع أن تتعرض لآثار هذا التسرب النفطي، وأيضا محطات تحلية المياه التي تعتمد على السكان الذين يعتمدون على تحلية مياه البحر للحصول على المياه العذبة. أفادت مصادر أوروبية بأن فرقاطة إيطالية أسقطت مسيرة حوثية أول أمس السبت في البحر الأحمر وهي الخامسة التي يسقطها الأسطول الأوروبية. إلى السودان حيث قصف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني مواقع متفرقة بمدينة المجلة التابعة لولاية غرب كردفان غربي السودان، وأسفرت الغارات عن وقوع خسائر مادية بالمدينة. يذكر أن الجيش السوداني كثف من طلعاته الجوية في الفترة الأخيرة بسماء ولاية غرب كردفان بعد حصار قوات الدعم السريع لقيادة الفرقة 22 ممنوسة لأكثر من 45 يوما. بالموازاة قال الجيش السوداني إن قواته حققت تقدما كبيرا في العاصمة الخرطوم، وقال متحدث باسم الجيش إن تقدما تم إحرازه في منطقة الكدر شمالي مدينة الخرطوم بحري وهي أحد المراكز الأساسية لقوات الدعم السريع. ومن الخرطوم معنا لمتابعة التطورات الميدانية مراسل الحدث المقداد حسن. مساء الخير لك المقداد، كيف يبدو الوضع الآن بالعاصمة؟ ربما هشاشة إن ما يدور من مواجهات عسكرية هنا في العاصمة المثلثة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع هي مستمرة في عدد من المحاور وعدد من الجبهات المشتعلة والتي لم تهدأ يوما واحدا طيلة الأشهر. ربما هي الجبهة الأبرز طيلة الأسبوعين الماضيين والتي يواصل فيها الجيش السوداني جهاته البرية في منطقة السوق الشعبي وكذلك المناطق الغربية من مدينة أم درمان منطقة أم بدة. كل هذه المناطق ربما فيها تحركات عسكرية لقوات تابعة للجيش السوداني ومواجهات يومية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. تابعنا في الأيام السابقة تقدم الجيش في عدد من هذه النقاط والتي هي قريبة جدا من مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الواقعة جنوب شرق مدينة أم درمان والتي ما تزال تسيطر عليها قوات الدعم السريع. الجيش السوداني يقول إنه يفرض حصارا على هذا المقر من عدد من المحاور المحور الشمالي.
طيب يبدو أنه الاتصال جدا من كثيرا معك المقداد، في مشكلة على ما يبدو بالتواصل معك. على كل يعني ربما نحاول إصلاحها ونعود إليك، ولكن حتى الآن أشكرك جزيل الشكر المقداد حسن مراسل حدث من الخرطوم على وجودك معنا. اجتمع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا مع وفد سوداني برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار لبحث تطورات الأزمة في السودان. وخلال الاجتماع الذي عقد في بريتوريا قال عقار إن الحرب الدائرة مفروضة على السودان من جهات خارجية ذات أطماع سياسية واقتصادية عسكرية بحسب تعبيره. وانتقد نائب رئيس مجلس السيادة الدعوات التي تقودها الإيجاد والاتحاد الأفريقي وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية قائلا إنها تساوي بين الجيش والدعم. من ناحيته أكد رئيس جنوب أفريقيا حرصه على لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في أقرب وقت. ناشده السيد نائب الرئيس بتدخله الإيجابي، خاصة لأن جنوب أفريقيا دولة محورية في القارة ولها نفوذ في الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية، وقد ناشده باستخدام نفوذه ووضعه كأفريقي أصيل، وتبنى سياسة الأفريقانية التي يعني تعطي الأولوية للرؤية الأفريقية وتستبعد الحلول الخارجية. وقد تفهم السيد الرئيس الجنوب أفريقي رامافوزا هذه الأبعاد ووعد بتدخله الإيجابي، ورأى أن الحل السوداني هو مدخلهم لهذه المعضلة. رحلت حكومة الوحدة الليبية أكثر من 10,000 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم خلال العام المنصرم 2023 وفقا لما أفاد به وزير الداخلية بحكومة الوحدة عماد طرابلسي. وذلك فإن عمليات الترحيل تمت بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية. هذا وشدد وزير داخلية حكومة الوحدة الليبية على رفض بلاده فكرة توطين المهاجرين، مشيرا إلى أن وزارته شكلت لجنة مشتركة مع وزارة العمل لمعالجة أوضاع العمالة الوافدة. إعادة ترحيل الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم، لا سيما في وجود تنسيق في هذا الخصوص بين جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والمنظمة الدولية للهجرة. نتج عنه ترحيل عدد 10,069 مهاجر غير شرعي خلال السنة الماضية، ونأمل أن يتضاعف هذا العدد هذه السنة إلى ما يتوفر إذا ما توفرت الظروف والإمكانيات اللازمة. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام ساعة الأولى من الأخبار الليلة، دقائق قليلة ونفتح ملفات ساعة ثانية. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. يحتاج التزاما لأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي، فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما ينبغي قوله أو تصويره، بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك كي يروا عن قرب ماذا يحدث حقا في كل تغطية إعلامية. فمبدأ التوازن هو المعيار، والمصادر الموثوقة هي المرجع. خلف عناوين الأخبار الكبيرة انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحي. نرصد لكم القضايا المحلية، تفاصيل دقيقة تعكس الواقع، الفساد، الفقر وعناوين كثيرة نحلل ونفصل.
أحداث صامتة غائبة أو مغيبة. مع بداية خيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك. الحدث في مكانك، السبت 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر، هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهداً، تشكل خبراً، تصنع حدثاً. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها تدفع ثمن كل ذلك. منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى، نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا، من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسٍ. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت حدث يغير شيئا ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول، لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثاً لم ترها البشرية من قبل، أخباراً غير المسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصاً وحكايا. احنا اليوم في نكبة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثاً عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. Thank you.
الآن الأخبار الليلة من الحدث. الساعة الثانية من الأخبار الليلة، أحييكم وإليكم تذكيراً بأهم الملفات. مستجدات هدنة غزة واختفاء السنوار، هوكستين يحمل حقيبة الدبلوماسية إلى بيروت، الحدث تدخل مقراً لحشد العتبات بالعراق، وإيران تقول إنها مستعدة للتفاوض مع واشنطن، إلى جانب غيرها من الملفات التي سنناقشها في هذه الساعة، ولكن نذكر بالعناوين. السنوار مختف، الهدنة تنتظر جوابه، لا ترجيحات لوقف النار قبل رمضان، ومليون مواطن في غزة يعانون أمراضا معدية. غانتس في واشنطن رغما عن نتنياهو، والمواقف الأمريكية والأوروبية تتغير بوجه إسرائيل. في حقيبة هوكستين إلى بيروت، حل دبلوماسي وانتقاد لما يسمى بالحرب المحدودة، وتحذير مبطن من عدم امتداد هدنة غزة إلى لبنان. السوداني يفرق بين الفصائل والحشد عبر الحدث، نيشيرفان بارزاني يهاجم الميليشيات وإيران، وفريق وجهاً لوجه يدخل مقراً لحشد العتبات. إيران تقر بأدنى مستوى مشاركة بالانتخابات، وتراسل واشنطن مستعدون للمفاوضات. بالأمس هند، واليوم حلا، اختلفت الأسماء وتشابهت المأساة. الطفلة حلا ذات 13 عاما هدم الجيش الإسرائيلي البيت فوق رؤوس عائلتها، فقتل جميع أفراد أسرتها وبقيت هي عالقة تحت الركام. الحدث علمت بقصتها وبادرت بمحاولات إخراجها من تحت الركام على أمل نهاية سعيدة لهذه القصة. والعيل اللي عندك انت شاجيته مش عم بتحركوا ها؟ ايه؟ البابا مش عم بتحرك؟ ولا حدا، بابا كان بيتنفس يا اختي، كان بيتنفس بالليل بعدين بطل يتنفس. طب لقصه انت يا عمو حلا، شو صار معاكم بالضبط؟ شو صار معاكم انتو؟ احنا كنا قاعدين في الصيمين يعني، سمعنا صوت اشتباك كثير كثير كثير، اول مره نسمعها الان، وبعدين يعني كثير صار الاشتباك للساعه واحدة، احد صار ينادى على الميكروفون وعلى مكبر الصوت انه اطلعوا اصلوا، احنا مش سامعين وين نروح، انه ما انا في البيت استنيناهم يحكوا مره ثانيه، ما لقينا مش عارفه دبابه اذا وهدمت البيت علينا، وقعدنا احنا بدنا نطلع شرطة الطفولات. يعني طخوا عليكم وانتم طالعين من البيت؟ احنا بدنا نطلع، كنا رافعين ايدينا ومسلمين كل شيء، بدنا نطلع طلعونا، رحتوا علينا على مهلنا وهدم علينا كل البيت. طيب هلا انت لحالك اللي موجوده في تحت، يعني انت فوقك الردم وعارفه تتحركي؟ طيب بتقدر توصفينا بيتكم يا عمو يا حلا حبيبتي وين بالضبط هو صاير؟ هذا مش بيتنا، هذا بيت أراضي الإسراء. أراضي الإسراء. أراضي الإسراء. حمود. تلفونك فيه بطارية؟ لا، 18 تلفوني، بتشيل تطفى. طيب اذا كنت بدنا نعرف موقع بيتك، تشرح لي على الموقع بالضبط. انا بقدر اجيبه، خلص انا بقدر اجيب موقع بيتهم هلا. وقول لها انه اذا انا مش معها بطاريه خليها ما تردش على التليفونات. حبيبتي بتشوفي الرقم اخره 311، ردي. اي حدا بده يتصل عليك يقعد يحكي ويسال شو صار وهذا ما تردي عشان البطاريه تضلها منيحه. عمو محمد بده يقدر يساعدك ان شاء الله ويخلوهم يطلعوكي. ماشي
ماشي يا عمو يا حبيبتي، وما تخافي خليك قوي، ضلك اقرأي قرآن وادعي. ما تخافيش ان شاء الله انت طالعة، كمان شوي ان شاء الله تطلعي، ما تخافي خليك قوي. بتمنين كثير امان قبل ما تنيم الدنيا بس. ان شاء الله ان شاء الله، ولكن بس خلي البطارية معك عشانك ما تستعمليش التلفون كثير عشان يضل في بطارية. حاضر. في موقف رسمي هو الأول من نوعه، وفي لهجة حادة غير مألوفة تعكس إحباط البيت الأبيض تجاه إدارة نتنياهو للحرب في غزة، دعت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس إسرائيل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وقالت هاريس: نظرا إلى حجم المعاناة في غزة يجب أن يكون هناك وقف فوري للنار في هذا القطاع خلال الأسابيع الستة المقبلة على الأقل، وهو الأمر المطروح حاليا على طاولة المفاوضات بين إسرائيل وحماس على حد قولها. وأضافت هاريس أن وقف النار في غزة سيتيح الإفراج عن الرهائن وإيصال كمية كبيرة من المساعدات، داعية حماس إلى قبول الاتفاق. في الأثناء يزور وزير الدفاع الإسرائيلي واشنطن رغما عن نتنياهو. من واشنطن معنا لمتابعة كل هذه التطورات مديرة مكتب الحدث في واشنطن نادية البلبيسي. نادية مساء الخير لك، يعني نفصل معك كذلك أي تفاصيل إضافية حول موقف هاريس وما يوصف بأنه قد يحمل تغيرا بموقف الإدارة الأمريكية، إلى جانب كذلك تفاصيل زيارة غانتس. ربما هاريس تبدو مغايرة نوعا ما عن باقي المسؤولين الأمريكيين، يعني في بداية هذه الأزمة رأينا الرئيس بايدن يذهب إلى تل أبيب يحتضن نتنياهو، يؤيد في كل المواقف، يرسل كل أنواع الأسلحة، يدافع عن الحكومة الإسرائيلية في مجلس الأمن ويمنع صدور ربما وقف إطلاق نار حتى لو كان مؤقت. نسمع يوميا من جون كيربي ومن كارين جان بيير ومن ماثيو ميلر في الخارجية، كل متحدثين باسم الإدارة يدافعون بشكل عام عن إسرائيل، وأحيانا يقولون بأنهم لا يريدون أن يروا قتلى من المدنيين الفلسطينيين. لكن كاملا هاريس يبدو بأنها مختلفة نوعا ما، وأنا طبعا كما تعرفين رافقتها في أكثر من رحلة في الواقع. صح. إلى لندن وإلى مؤتمر ميونخ للسلام مؤخرا. موقفها تقريبا متغير بالنسبة للإدارة. ما أعرفه شخصيا بأن لديها أصدقاء في كاليفورنيا، منهم عائلة في غزة فقدت العديد من أسرتها هناك، هناك مواقف شخصية تتأثر بها، عدا عن ذلك بأنها ربما هي أيضا صورة الإدارة وصوت الإدارة الذي يريد أن يستميل أصوات الأمريكيين العرب وخصوصا الفلسطينيين في ولايات متأرجعة مثل ميشيغان، وأصوات الأمريكيين من أصول إفريقية الذين يتضامنون مع الفلسطينيين كموضوع مساواة وحقوق مدنية. ولهذا اختارت بالأمس جسر سلمى، وهو الجسر الشهير الذي كانت عليه هذه التظاهرة في الستينات ضد النظام العنصري في الولايات المتحدة والمطالبة بالحقوق المدنية، وربط هذا بالمطالبة بوقف إطلاق نار في غزة ودخول مساعدات إنسانية أساسية. حتى صوتها عندما كانت تتحدث ربما كان متأثرا عندما تحدثت عن وضع كارثي، عندما قالت بأنه هناك حالة من الجوع يعني نعيشه أطفال غزة يموتون يوميا لأن لا يوجد هناك طعام، وبالتالي أعتقد بأنه موقفها مختلف نوعا ما لكنه مبارك من قبل الإدارة، يعني لا يمكن لها أن تتحدث دون أن يكون هناك اتفاق مسبق مع الرئيس بايدن ومع باقي أركان الإدارة. ومن هنا أعتقد بأنه صوت كاميلا هاريس يختلف نوعا ما حتى الآن عن باقي المسؤولين الذين سمعناهم يتحدثون عن حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، وفي ذات الوقت يقولون بأن يجب على إسرائيل أن تتوخى الحذر عندما يكون هناك عدد كبير من المدنيين الذين قتلوا في القصف الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك نادية البلبيسي مديرة مكتب الحدث في واشنطن على هذه الإيضاحات. في المقابل، رفض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير دعوة نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس لوقف إطلاق النار في غزة. ونشر بن غفير تغريدة قال فيها إن الوقت حان لتدمير حركة حماس، وأعلن معارضته للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى، كما دعا إلى تصعيد الحرب بما في ذلك اجتياح رفح في جنوبي القطاع. We saw hungry,
رأينا جياعا ومحبطين يقتربون من شاحنات مساعدات لمحاولة تأمين طعام لعائلاتهم بعد أسابيع من انعدام وصول المساعدات إلى شمال غزة. فقوبلوا بالنيران، قلوبنا تنفطر من أجل ضحايا تلك الحادثة المأساوية. بالأمس ألقت وزارة الدفاع أول دفعة مساعدات من الجو، والولايات المتحدة ستواصل إلقاء المساعدات الجوية، وسنعمل على إيجاد طريق جديد عبر البحر لإيصال المساعدات. مشاهدينا، وبعد 5 أشهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، جاء ما اعتبر أقوى تصريح لمسؤول أمريكي على لسان كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي. طالبت فيه بوقف فوري للنار في ظل الأوضاع الكارثية في غزة وإدخال المساعدات وإعادة المحتجزين. تصريحات هاريس التي أطلقتها خلال مهرجان انتخابي، قالت صحيفة نيويورك تايمز إنها ترجمة للجهود الأخيرة التي تبذلها إدارة بايدن للتوصل إلى اتفاق لوقف النار. وقد بدت لهجة هاريس أكثر حدة وإلحاحا وفق الصحيفة، التي قالت إنها تعكس الإحباط المتنامي لدى البيت الأبيض تجاه إدارة إسرائيل للحرب في غزة. وقد سبق للرئيس الأمريكي القول إن الحرب الإسرائيلية مبالغ فيها. بدوره، رأى موقع أكسيوس في تصريحات هاريس اعترافا شاملا من قبل إدارة بايدن بالمعاناة في غزة وأقوى دعوة لوقف إطلاق النار، وأدرجها ضمن الضغوط التي تفرضها إدارة بايدن من أجل وقف عاجل للنار وإبرام اتفاق للرهائن قبل بدء شهر رمضان. لكن اللافتة هو التوقيت لتصريحات هاريس والنبرة المرتفعة من قبل الإدارة الأمريكية، التي استبقت اجتماعها مع المسؤول بمجلس الحرب الإسرائيلي بني غانتس الذي يزور واشنطن بدعوة من الإدارة. ورغم أن بعض المسؤولين الأمريكيين يرونها روتينية، إلا أن موقع أكسيوس اعتبرها بمثابة رسالة لنتنياهو والشارع الإسرائيلي كون غانتس من أبرز منافسي نتنياهو. وكشفت استطلاعات رأي إسرائيلية تفوقه على الأخير، وهذا يعني أن دعوة غانتس لزيارة واشنطن لعقد اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين كبار فيها ما فيها من الرسائل لنتنياهو، حتى بحسب الإعلام العبري تحديدا صحيفة هآرتس، وهذا ما أغضب نتنياهو. فقد بات المسؤولون الأمريكيون يرون أن هناك شخصا آخر يمكنهم التعامل معه بعد 5 أشهر من انعدام الثقة والشك والارتياب بنتنياهو، حتى من قبل مؤيدين له في مجلس النواب الأمريكي وبين الديمقراطيين. حماس تقول إنها تريد وقفا للنار. حسناً، هناك عرض على الطاولة، وكما قلنا على حماس الموافقة على ذلك العرض لنحصل على وقف للنار، لنجمع المحتجزين مع ذويهم، ولنوفر إغاثة فورية لسكان غزة. نظراً لحجم المعاناة الهائل في غزة، يجب أن يكون هناك وقف فوري للنار على الأقل للأسابيع 6 المقبلة، وهذا هو فحوى العرض المطروح على الطاولة. من واشنطن معنا لمناقشة هذا الموضوع المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية آدام إيرلي. سيد آدام، أهلاً بك معنا في الأخبار الليلة. كلام كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، هل هو فعليا يعكس تغيرا بموقف الإدارة الأمريكية أو هو كلام انتخابي الآن؟ أعتقد أنه من الأهمية بما كان ننظر بحذر لكافة ما قالته، لأن هناك من يقولون أنها تعكس بأن الإدارة غيرت موقفها وفتحت ممرا لوقف إطلاق النار، ولكن اشترطت إفراج حماس عن الرهائن أيضا. إذن أعتقد أن ثمة الكثير من الاعتبارات السياسية فيما صدر عن كامالا هاريس. أولا، لإدارة بايدن من خلال التركيز على وقف إطلاق النار، وفي الوقت ذاته الحديث عن حماس والقول أنه لا يمكن إرضاء حماس، وكذلك الناخبين من اليمين الذين يؤيدون إسرائيل. ولكن هناك أيضا اعتبارات سياسية فيما يتعلق ب التركيز على ما صدر عن هاريس. إذن ما جلب انتباهي في الواقع هو أن هناك محاولة لإرضاء كافة الأطراف دون تغيير أي شيء كان.
محاولة لإرضاء كل الأطراف سيد أعدم، ولكن بنفس الوقت لا يبدو أن نتنياهو سعيد، خاصة وأنه تأتي هذه التطورات في سياق زيارة لغانتس رغم معارضته الكبيرة لهذه الزيارة، معارضة نتنياهو. ما الهدف من هذه الدعوة الأمريكية؟ هل هي رسالة سياسية؟ كنت في الواقع بصدد أن أقول ما هو جديد وما هو جدير بالاهتمام فيما يتعلق بما يصدر عن الإدارة. الواقع أن هذه الزيارة هي التي ما كنت أريد أن أصل إليه. من الواضح أن حكومة إسرائيل ليست راضية إزاء هذه الزيارة، و طبعا هناك في الإدارة الأمريكية موقف لا يعني أن هناك ابتعاد عن نتنياهو، وهذا ما يغضبه. طبعا بني غانتس هو وزير في الحكومة أو حكومة الحرب الإسرائيلية، وهو أيضا زعيم في حزب معارض ويتقدم عن نتنياهو في استطلاعات الرأي. إذن نتنياهو له طبعا مبررات للاعتراض عن زيارة غانتس للولايات المتحدة، والولايات المتحدة ليس لديها أسباب تمنعها من استقبال غانتس، ولكن غانتس يلتقي مع كبار المسؤولين مثل وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي وأعضاء الكونغرس. إذن من الواضح أن هناك شيء ما يحدث، وهناك إشارات يتم إرسالها إلى نتنياهو بالقول نحن سئمنا من رفضك لطلبنا وعدم استماعك لتحذيراتنا، وبالأساس أيضا أنك تقول لنا تجاهلوا الوضع برمته. وربما هذا الوزير قد يتعاطف بشكل أكبر. وهناك نقطة مهمة أيضا، أعتقد أن إدارة بايدن تسعى للتواصل مباشرة مع الشعب الإسرائيلي بشأن ما يجب القيام به. هناك رأي فلسطيني سيد أعدم أنه أصلا الإسرائيليون مهما اختلفوا في السياسة الداخلية هم لا يختلفون على موضوع القضية الفلسطينية، وبالتالي سواء قابلت الولايات المتحدة زعيم المعارضة أو قابلت رئيس الوزراء الحالي هذا الأمر لا ينعكس لا سلبا ولا إيجابا على الفلسطينيين وعلى التعاطي مع غزة. هل هذا صحيح؟ Not really, no. لا أتفق تماما مع هذا الرأي، لأنه أرى أن هناك خلافات كبيرة بين المسؤولين الإسرائيليين بشأن جملة من القضايا ذات الصلة بالفلسطين، بما في ذلك تقديم المساعدات لهم. أعتقد هناك مسؤولون مثل غانتس يرون أنه ينبغي إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين، وهناك وزراء آخرون مثل بن غفير وسموتريتش الذين يعارضون زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، وهناك مسؤولون في إسرائيل يؤمنون بضرورة وجود دولة فلسطينية، وآخرون يعارضون هذا الحل. إذن أعتقد هناك تنوع في المواقف في الحكومة الإسرائيلية، ولكن ما يتفقون عليه جميعا، الواقع هناك أمران يتفقون عليهم جميعا. أولا إخراج الرهائن من غزة، والمسألة الثانية هي إنهاء حماس، القضاء عليها، القضاء على حماس كتنظيم عسكري. طيب بالنسبة للولايات المتحدة سيد أعدم، اليوم في انتقاد كبير وواضح جدا أنه الولايات المتحدة تسقط مساعدات غذائية على قطاع غزة وتقدم أسلحة لإسرائيل لقصف غزة. يعني هذه المفارقة، وحتى بموضوع المساعدات هي تسقطها جوا ولم تدفع باتجاه فتح مزيد من المعابر وإدخال مساعدات جدية. يعني لماذا ذهب إلى ازدواجية المعايير هذه؟ فقط لإرسال رسالة إلى إسرائيل؟ لأنه الجانب الآخر الجانب الفلسطيني لا يراها مبادرة جيدة أو مبادرة إنسانية الآن. Well, they're right.
هم محقون في ذلك فيما يتعلق بضعف الاستجابة الإنسانية من لدن الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أنه يمكن أن إسقاط من طائرة ما يساوي ربما حمولة شاحنتين. إذن نحن نقوم بإسقاط حمولة شاحنتين في الوقت الذي يحتاج فيه سكان غزة إلى 100 شاحنة من المساعدات. وبالنسبة لعمليات الإنزال من الجو فهناك مشكلة، وهي مشكلة الضعف الأمريكي. أمريكا وبايدن يرى بأنه إذا ما احتضن نتنياهو فسيتمكن من التأثير عليه، وكان هذا هو التقدير الذي ساد في أعقاب 7 أكتوبر. الفكرة هي جعله صديقا لك لأنه أفضل سبيل لتأثير عليه بدلا من جعله عدوا لك. وقد اتضح بأن ذلك ليس صحيحا، لأنه صراحة سواء تعلق الأمر بالحرب في غزة أو المساعدات الإنسانية أو قصف المدنيين، فهو طبعا تبنى هذا الموقف حيال الإدارة الأمريكية. يقول أنه عندما يحصل على الأسلحة الأمريكية فهو لن يستخدمها بالطريقة التي استخدمها، وإدارة بايدن تشعر بإحباط كبير حيال ذلك. ومن ناحية أخرى، فكيف يمكن التأثير على نتنياهو؟ هذا هو السؤال الذي أعتقد أن الجميع يفكر به. وهناك طبعا خيبة أمل كبيرة في الولايات المتحدة حيال نتنياهو. شكرا لك ضيفنا من واشنطن، المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية آدام إيرلي. فصل قصير مشاهدينا، نتابع من بعده زيارة هوكسين إلى لبنان. رحلة فريدة في أعماق الواقع الذي يتشكل يومياً أمام أعيننا، محاولة جادة صادقة لسبر أغوار الحقائق التي لا تتأثى فرادى ولا تنشأ من عدم، بمنأى عن سابقات تمهد لها ولاحقات تتفرع عنها. تتداخل الوقائع، تتشابك الحقائق لتنسج من أدق خيوطها تفاصيل الحدث. استوديو الحدث يوميا 9 صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. كان يوما طبيعيا أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان هو محور الحدث. من جديد، شنت طائرات إسرائيلية غارات على أطراف بلدة عيت الشعب جنوبي لبنان مع استمرار التصعيد على الحدود.
وصل إلى بيروت المبعوث الأمريكي الخاص أموس هوكستين، والذي بدأ لقاءته بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله أبو حبيب وقائد الجيش جوزيف عون. وأكد المبعوث الأمريكي أن التصعيد لن يساعد لبنان، والأولوية يجب أن تكون لتسوية دبلوماسية، مشددا على أن الحل الدبلوماسي هو المخرج الوحيد لوقف التصعيد بين لبنان وإسرائيل. وأضاف معتبرا أن أي هدنة في غزة لن تمتد بالضرورة تلقائيا للبنان، وقال إنه من غير الممكن الحديث عن حرب محدودة أو من غير الممكن الحديث عن احتوائها، متابعا بأن واشنطن متفائلة بالجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار جنوبي لبنان. وقبيل بدء زيارة هوكستين جديدة، أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أن المبعوث الأمريكي سيعمل على مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف تصعيد الصراع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتحقيق الاستقرار. وأضاف بوصعب في تصريحات لوكالة رويترز أن توقيت الزيارة يشير إلى التقدم المحرز في جهود التوصل إلى هدنة في غزة، مشيرا إلى أن هوكستين لديه أفكار جدية قد تحمل بداية لحل مستدام. من بيروت ينضم إلينا لمناقشة هذا الموضوع الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان. مساء الخير إبراهيم، أهلا بك في الأخبار الليلة. بداية من أهداف هذه الزيارة، يعني هوكستين بكثير من الزيارات السابقة وصف بأنه يحمل الحقيبة الدبلوماسية، يحمل حلا دبلوماسيا مطروحا على الطاولة. اليوم ما الجديد الذي لديه؟ أولا مساء الخير. ما يحمله أموس هوكستين يوم في زيارته هي خلينا نسميها سلة متكاملة لرؤية الولايات المتحدة للحل المستدام على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لكن بعد وقف إطلاق النار وبعد الوصول إلى وقف إطلاق النار. يعني المرحلة الأولى في لأي نجاح لهذه السلة التي تبدأ بوقف إطلاق النار وتأتي بعدها عودة النازحين اللبنانيين إلى القرى الحدودية، وكذلك الأمر عودة النازحين من المستوطنين الإسرائيليين إلى البلدات الشمالية، وبعد ذلك يتم تثبيت النقاط السبعة المتفق عليها بين لبنان وإسرائيل في اجتماعات سابقة بين اللجنة الثلاثية، وفي مرحلة لاحقة يتم البحث في مصير النقاط السبعة العالقة بين لبنان وإسرائيل، والتي منها البيوان وصولا إلى النقطة الثلاثية حيث مزارع شبعة. عفوا، كل هذه السلة تحتاج إلى وقف إطلاق نار، لكن هوكستين كان يحمل رسالة تطمينية تحذيرية في الوقت عينه. يعني قال للمسؤولين اللبنانيين طمأنهم إلى أن الولايات المتحدة تبذل ما في وسعها لمنع توسع الحرب، لكنه حذر أيضا أنه سمع في تل أبيب أن هناك أفرقاء وليس فريقا واحدا في الحكومة يشجعون على توسعة الحرب مع لبنان لإبعاد حزب الله عن الحدود في حال لم تصل الدبلوماسية إلى الحل المرتجى هناك. فعلوا فصل، يعني كان يحمل العصا والجزرة. فصل بين إمكانية أن يكون هناك هدنة في غزة وفعليا أن تمتد هكذا هدنة مع لبنان، بوقت أنه يعني هو فعليا يعني بوقت أنه الأطراف الأخرى تتحدث عن وحدة الساحات، هو يقول أنه هذه الساحات منفصلة جدا بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل. وبالتالي حزب الله كان يقول بأوقات سابقة نحن سنوقف إطلاق النار بحال توقف إطلاق النار على غزة. اليوم هل انتهت هذه المعادلة وهذه المرة ليس من حزب الله؟ السؤال مهم. نعم، لأن هوكستين اليوم كلامه يستهدف بمبدأ وحدة الساحات التي سعى حزب الله إلى تطبيقها منذ 8 أكتوبر الماضي. اليوم حزب الله كان قد أعلن على لسان أمينه العام قبل أسبوعين أنه متمسك بوحدة الساحات، أي بربط ما يحصل بجنوب لبنان بما يحصل في قطاع غزة، وأنه لن يوقف إطلاق النار قبل التوصل إلى وقف إطلاق نار هناك. لكن هوكستين لما حين قال هذه العبارة كان ينقل الموقف الإسرائيلي بأنه ليس من الضرورة أن تنسحب هذه الهدنة إلى جنوب لبنان، لكن الولايات المتحدة تأمل أن يكون هناك حل في لبنان. يعني كان يشير إلى الموقف الإسرائيلي، وبطبيعة الحال الولايات المتحدة تتماهى كثيرا مع الموقف الإسرائيلي، وهذا ليس سرا وليس خافيا. وخصوصا أن إسرائيل تريد من التهدئة في غزة أن تكون سببا لكسر وحدة الساحات وكسر هذا المبدأ وفصل الجبهتين والتوصل إلى اتفاق مستدام
أو طويل الأمد إن صح القول على الحدود مع لبنان يقابله اتفاق آخر في قطاع غزة، أن يعني يكون الاتفاقين منفصلين، لكن حزب الله بالتحديد يريد أن يبقي الأمور متصلة ببعضها البعض، أي أن وقف اطلاق النار أو التهدئة في غزة تنعكس على لبنان، هذا ما يريده حزب الله. وكان لافتا لقاء هوكستين قبل سفره في مطار رفيق الحريري في بيروت مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، الذي أوكل حزب الله له كشخص حصرية التفاوض مع هوكستين وليس عبر أي أحد آخر، وهذا بحسب المعلومات. يعني صار الموفد الوسيط بين هوكستين وحزب الله هو فقط الياس بوصعب، وجاء اللقاء بين الياس بوصعب وهوكستين بعد انتهاء زيارة هوكستين وجولته في لبنان، بعيدا عن كل التصريحات أو العموميات التي صدرت من الرئاسات في لبنان ووزارة الخارجية عن أجواء اللقاءات. حتى الساعة بحسب المعلومات الأمور معقدة للغاية بسبب إصرار حزب الله على ربط ما يحصل بقطاع غزة بجنوب لبنان، وأنه لن يوقف إطلاق النار ما لم يتم التوصل إلى حل في غزة. طيب فعلياً ما التسوية التي يحملها هوكستين بالتفاصيل؟ يعني اليوم هو يحمل تسوية تتعلق ب 1701 فقط، يحمل تسوية سياسية أبعد من ذلك، يحمل بعدا عسكريا كما قيل بحسب الطرح الفرنسي الذي كان موجودا وسواه من ناحية انتشار قوات فرنسية مقابل قوات أمريكية من الجانب الآخر، أو ماذا يعني بالواقع الآن؟ الحل العسكري يعني بانتشار القوات الفرنسية من لبنان والأمريكية من الجانب الإسرائيلي لاقى رفضا من لبنان ومن إسرائيل بطبيعة الحال، كلا الجانبين أبلغا رفضهما، لكن هوكستين يحمل بالطرح أنه بتطبيق 1701 في المرحلة الثانية يعني بعد تثبيت النقاط الحدودية ينتشر الجيش اللبناني ويزيد من انتشاره في مناطق الجنوب. كانوا يتحدثون عن حوالي 10,000 إلى 15,000 عسكري جديد من الجيش اللبناني يرسلون إلى الجنوب، مع إبعاد واختفاء المظاهر المسلحة لغير القوى اللبنانية الشرعية وقوات اليونيفيل في المنطقة هناك. لكن كل هذه السلة التي يحملها هوكستين، حتى أنه تحدث بموضوع الرئاسة مع من التقاهم أنه ينبغي أن يكون هناك رئيسا ضمن هذه السلة المتكاملة تضمن الاستقرار للبنان، وربما كان يحاول أن يعطي الجزر لحزب الله في هذا الإطار. فالموضوع انتشار الجيش من عدمه كله رهن، يعني كل هذه السلة تبدأ بعد وقف إطلاق النار الذي يبدو بعيدا عن الجبهة اللبنانية حتى اللحظة، نظرا إلى كثافة العمليات التي تحصل على الحدود وتبادل النيران الذي وصل إلى بعلبك قبل أيام، قبلها إلى الغازي، وكان حزب الله يعمق نحو قاعدة ميرون والجولان. يعني كان هناك مشهد معقد من النيران على جانبي الحدود يجعل أي حل حتى اللحظة صعبا للغاية بسبب الأسباب السياسية لدى حزب الله ولدى حكومة نتنياهو. شكرا لك ضيفنا من بيروت الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان على هذه المداخلة معنا في الأخبار الليلة. فاصل الأخير مشاهدينا، نواصل من بعده الأخبار الليلة. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة، فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثاً لم ترها البشرية من قبل؟ أخباراً غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت
قصصا وحكايا. احنا اليوم في نكلة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك انك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها اثر على اجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثاً عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. أهلا بكم من جديد. فرق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في تصريحات حصرية للحدث اليوم عرضناها ضمن برنامج وجها لوجه، فرق ما بين هيئة الحشد الشعبي والفصائل أو الميليشيات، رغم اعترافه بأن الكثير من الفصائل منخرطة في هيئة الحشد الشعبي التي أشار إلى أنها مؤسسة أمنية رسمية وهي مساندة وظهيرة للجيش والشرطة. وكشف عن محادثات جرت قبل تشكيل حكومته بعدم قيام الفصائل المنخرطة بالعملية السياسية باستهداف البعثات الدبلوماسية، مقابل أن تقوم الحكومة بالتفاوض لإنهاء مهمة التحالف الدولي. وأكد أنه بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لا يكون هناك أي مبرر لبقايا أي سلاح خارج سلطة الدولة، وأنه على هذه الفصائل أن تسلم سلاحها وتنخرط مع الأجهزة الأمنية الرسمية. من جانبه طالب رئيس أقليم كردستان العراق بوضع حد لهذه الفصائل، معتبرا أنها لا تسمح لرئيس الوزراء العراقي القيام بمهامه وتهدد سيادة العراق، واعتبر أن التحديات الآن بسبب الفصائل هي أصعب من مرحلة داعش لأن خط الجبهة الآن غير معلوم. والأخطر هو أن هذا التهديد يأتي من فصائل تتلقى التمويل من الحكومة العراقية، فما لا شك فيه أن هناك مساعي متواصلة لإبراز أهمية استمرارية الحشد، لكن معارضي هذه الاستمرارية يؤكدون على بعض النقاط. الأولى مرتبطة بانتهاء دوره وأهمية حصر السلاح بيد المؤسسة العسكرية حصرا، وهي المسؤولة الأولى والأخيرة عن الأمن. كما يعتبرون أن الحشد ورغم أنه يضم فرقا عديدة إلا أن التأثير الأكبر فيه والقرار يعود لتلك الفصائل الولائية التي يقدرون عددها بأكثر من 120 ألف مقاتل. ويرى معارضو الحشد أنه صحيح أن حشد العتبات غير موال لإيران وأن ارتباطاته وطنية صرفة وبسستاني، إلا أن تشريعهم واستمراريتهم سيستغلها الولائيون بنفس القدر وستبقى السطوة الإيرانية على السلاح وقرار السلم والحرب في البلاد. هذه الإشكالية واضحة، سنبحثها في هذه الحلقة، إلا أنه لأول مرة تمكنت كاميرا الحدث من دخول أحد مقرات الحشد، تحديدا حشد العتبات وما يعرف بفرقة العباس القتالية في كربلاء. دعونا نتابع هذا التقرير للزميلة رولا الخطيب. لأول مرة كاميرا الحدث والعربية داخل معسكرات الحشد الشعبي في العراق. نحن متواجدون حاليا في معسكر فرقة العباس القتالية في كربلاء. هذه الفرقة فيها ما يزيد عن 3000 مقاتل. كل هذه المنازل مهدمة أمامي هي مواقع للتدريب العسكري لفرقة العباس القتالية. أما موقع المعسكر فهو استراتيجي في كربلاء. We'll be right back.
ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت دعت الميليشيات إلى وقف الهجمات التي تنفذها خدمة لاستقرار العراق. الاعتداءات الأخيرة من العراق وعلى العراق، كم تؤثر على بداية هذا التطور الذي تتحدثين عنه وأيضا على علاقة العراق مع المجتمع الدولي؟ In the first year of this government, we clearly saw. في السنة الأولى من عمر هذه الحكومة لاحظنا تطوراً فيما يتعلق بالسياق الأمني العراقي. لم تعد هناك هجمات على مقرات للتحالف الدولي، وكان هذا جيداً ومهماً لاستقرار العراق. لكن منذ أحداث 7 أكتوبر والوضع المحتدم في غزة أثر على العراق، لأن في العراق عدد من الجهات المسلحة تعمل خارج سلطة الدولة، لديها مبررات لهذه الاعتداءات التي تتجاوز السياسة وحدود الدولة وتؤثر على العراق واستقراره. لكن الجهات المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة، أقول أنا أخدم العراق ولدي اهتمام باستقرار العراق، رجاء إذا كانت جهة مسلحة أو دولة جارة أو أي دولة ثالثة أوقفوا الهجمات، كل الاعتداءات يجب أن تتوقف لخدمة استقرار العراق. من أربيل معنا لمناقشة التطورات العراقية دكتور سربست نبي، أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كويا. دكتور سربست مساء الخير لحضرتك، أهلا بك معنا في الأخبار الليلة هذا المساء. اليوم واضح أنه هناك تمييز بين حشد العتبات والحشد الولائي لإيران، ولكن بنفس الوقت إلى أي مدى يعني ممارسات الحشد الولائي تجعل حشد العتبات بصفوف متأخرة وكذلك أيضا بأدوار يعني غير واضحة إلى الآن؟ مساء الخير جميعا. الحقيقة هذا الموضوع يحتاج إلى نقاش مستفيض، وبالرغم من أني أثق بنوايا رئيس الوزراء العراقي بشأن، لكن الواقع يختلف. نحن نتذكر أنه في عام 2016 تم لوي عنق الدستور العراقي المادة 61 والمادة 73، وأسس بموجبه وشرع قانون هيئة الحشد الشعبي. في الأصل الفتوى جاءت من السيد السيستاني، الجهاد الكفائي، وسميت بفتوى الجهاد الكفائي. نعم، صح. 4 فصائل فقط تتبع من أصل 67 تتبع هيئة الحشد الشعبي، وهذه حرمت من معظم امتيازات وزارة الدفاع، حتى لجهة التنسيب لوزارة الدفاع ومن التزويد بالأسلحة والدعم اللوجستي إلى آخره. لكن بالمقابل هناك من أصل 67 دونكم الأربعة على العشرات التي تتبع وتخلص لمرجعية الولي الفقيه، وهذه هي الأخطر. الهدف من تأسيسها، ولا يخفي ذلك الساسة العراقيون الموالون لإيران ولا الساسة الإقليميين وغيرهم، الهدف كان عسكرة المجتمع العراقي طائفيا، إنشاء مؤسسة أمنية دفاعية مذهبية على شكلة الحرس الثوري، تكون بمثابة الزراع القوي لإيران داخل العراق. نعم، الآن هذه باتت عقبة، وأنا لا أعفي مسؤولية أي من الكتل الذين شاركوا يومها في عام 2016 في البرلمان العراقي على موافقة على قانون هيئة الحشد. المادة 9 في الدستور العراقي تمنع تشكيل أي مؤسسة ميليشياوية خارج قوات المسلحة، ناهيك بأن أحد البنود في المادة نفسها تقول بعدم المشاركة في السياسة وفي النشاط الحزبي. هيئة الحشد الآن لديها كتلة داخل البرلمان العراقي بشكل صارخ وتتبع الحشد الشعبي، وبالتالي يصبح النقاش في التمييز بين الولائيين أو الفصائل ما تسمى بالمقاومة التي 4 منها مؤسسة للحشد الشعبي اللي تتبع أبو آلاء الولائي، هذا التمييز يصبح صفصطة، يعني من قبيل هل الدجاجة خرجت من البيضة أم البيضة خرجت من الدجاجة. وجود طيب. مثل هذه المؤسسة نعم. يتعارض، والرغم أن السيد سيستاني عام 2017 علينا أن نتذكر أو 16 بهذا التوقيت طالب بإلقاء السلاح أمام والإذعان لسيطرة، لأن الحشد العتبات الفصائل الأربع
هي حتى في معاركها ضد داعش التزمت بسياقات الجيش العراقي والتزمت معياريا بالقيم الوطنية وعملت على نحو أخلصت فيه لوصايا السيستاني. اليوم ما قاله رئيس الوزراء لوجها لوجه هو قال أنه التفاوض على نهاية دور التحالف قائم نظرا إلى أنه انتهى دور التحالف مع نهاية داعش، ولكن ألمح لأنه كذلك هذا سيستدعي تفاوضا على نهاية دور الميليشيات. كما تقول حضرتك الفتوى التي كانت موجودة ب 2014 لم تعد ضرورية الآن، وحتى من أصدر هذه الفتوى دعا إلى إلقاء السلاح. هل هذه رسالة اليوم من السوداني كذلك من رئيس الوزراء أنه طالما لم يعد هناك دور للتحالف فلم يعد هناك دور لكم بالحشد الشعبي؟ أنا أقدر تصريحات السيد السوداني هذه الأيام كثيرا، وأقدر الحرج الذي يعانيه، ولا أحسده على الموقع الذي يشغله الآن. من الصعب، في الأصل ليست هناك حتى الآن مفاوضات جادة، حتى الولايات المتحدة نفت ذلك، ليست هناك مفاوضات جادة بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة حول سحب قوات التحالف. هذا التصريح يأتي من قبيل إرضاء إشغال الرأي العام أو إيجاد ذرائع لموقف سياسي ما. حتى مشاركتي في اجتماع ميونخ، إذا بتراجعي التصريحات التي صدرت عن مجلس الوزراء باللغة الإنجليزية هي مختلفة تماما، في موقع السيد السوداني مختلفة تماما عما يتحدث به باللغة العربية. فبالتالي الحديث عن سحب قوات التحالف الدولي في هذا الوقت والحديث عن حل، هذا أيضا غير وارد. ثم أنه ليست هناك أي ضمانات بإمكانية حل الحشد الشعبي إذا انسحبت قوات التحالف أو انسحب الولايات المتحدة قواتها من العراق. ليست هناك أي ضمانات طالما أن أكثر من، نحن نتحدث عن 67 فصيل بمعنى 63 فصيل يتبعون إداريا ومالية وكل شيء، يتبعون مرجعية ولاية الفك. هذا من جانب أول. من جانب أول حتى فالح فياض نفسه صرح قبل فترة تصريح واضح جدا، لأن السؤال الأهم بالنسبة لنا أي الشرعية ستتبع، الشرعية القانونية أم الشرعية المرجعية الدينية هذه الفصائل؟ هذا هو سؤال الحاسم. يقول فالح فياض بصريح العبارة أنه إذا وضع أمام أمرين، أمر قال به قائد العام للقوات المسلحة وتعارض مع إرادة أو رغبة المرجعية الدينية العليا، فإنه سيتخلى عن منصبه ويتبع المرجعية. هذا رأس الحسد، الحشد يتحدث بهذا المنطق. إذن أي ضمانات نحن نتحدث إذا ما انسحبت، إذا كانت ذريعة بقاء الحشد مرهون ببقاء الولايات المتحدة وقوات التحالف؟ أي ضمانات نتحدث عن إمكانية حل الحشد أو حتى دمجه؟ عملية الدمج لم تحدث حتى الآن بالرغم من قرارات والتشريعات القانونية التي صدرت بهذا. لا تزال لكل ميليشيا من هذه الميليشيات ميزانية خاصة. تخيلي خلال 2023-2024 3.77 تريليون دينار عراقي كل عام ينفق عليها، أكثر 10 أضعاف من الذي وربما بكثير الذي ينفق على قوات نظامية مثل قوات البيشمركة. 3 تريليون كلها على الحشد؟ طبعا على الحشد. 3.77 تريليون فقط الحشد، على هذه ميزانية الحشد خلال هذه في كل سنة من هذه السنوات. يعني هذه ميزانية الشارع العراقي. فضلا عن ذلك نشأت قادتها هذه الميليشيات الآن يقومون بموازاة العمل الأمني والعسكري واللوجستي بعمل بنشاط اقتصادي. نعم. هؤلاء تناهبوا السوق والموارد الاقتصادية في الشارع العراقي. هناك تقاسم للثروات، للعمل، للسياحة، أي شأن تتحدث به، أي حتى فندق في بغداد تسألين من صاحبه فندق ذا شأن 3 نجوم وفوق، بقول لك يتبع الحشد كذا، يتبع السيد كذا، يتبع الموقف. هذه المشكلة أنه نشأت أوليغارشيا اقتصادية تمارس دورا سياسيا في البرلمان وتسيطر أمنيا، تحتكر سلطة العنف في الشارع العراقي، وبالتالي لم يعد بالإمكان إلغاء هذه الأشكال.
اليوم دكتور سرابست، يعني هل هذا ما تقوله؟ لا لا لا, لا محال. هذا انتفى دورها العسكري إلى حد ما، ضرب من الخرافة. هذه ضرب من الخرافة، يعني مسألة حلها بعد انسحاب قوات الأمريكية صعب. ومن الطبيعي جدا من عفوا الصوت راح، ولكن نسمعك. راح تماما يبدو أنه تفضل نسمعك دكتور. لا لا جيد هلا. الحديث عن 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 حل الحشد بانسحاب القوات الأمريكية ضرب من الخرافة، يعني لا يمكن إلا لواهم أن يتوقع أو يأمل بذلك. سيتخذ سلطة أقوى، سيميل إلى أضعاف مؤسسة الجيش أكثر، وسيدخل المجتمع العراقي في تقديري، لأن هناك كتلتين بشريتين من السنة والأكراد لن يستسلموا للواقع الذي سيفرضه هيمنة الحشد بصورة طاغية على المجتمع العراقي، ويهيمن على القرار السيادي ويحتكره. هذه مسألة خطيرة جداً. لهذا السبب كان من البداية على جميع بما فيها القوى الكردية بالمناسبة، كان عليها ألا تحسب حسابا لهذه اللحظة، كان عليها ألا توافق على تشكيل هذه المؤسسة الأمنية، وأن تمنح فرصة لقوى تتبع جهات إقليمية أو مرجعيات. هل كان في مجال لعدم الموافقة دكتور بوقتها؟ أعتقد تم التسويات، تم تسويات في الخلف حولها، وهذه شأن السياسة العراقية. هي هناك مقايضات خفية تحدث بصورة دائمة في كل الأوقات، السنة والأكراد والشيعة معا. شكرا جزيلا لك ضيفنا من أربيل الدكتور سرابست نبي، أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كويا، على هذه المداخلة معنا في الأخبار الليلة. إذن مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من الأخبار الليلة. أدعوكم دائما لمتابعة قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعل معها من إكس إلى إنستغرام إلى فيسبوك، إلى جانب كذلك المزيد دائما على الحدث.net. ماريا بن عادل معكم بعد قليل في 19، إلى اللقاء.